ليا بعدا هذاك الوزير ديالك ديال العدل واش ما تعرفش تسكتوا واحد شويه واش غير غادي من بيتيز لبيتيز هذاك بعدا شكون هو هذاك هذاك واش سياسي هذاك السيد ما كانش المغرب يعرفوه كاع هذاك واحد النهار كان غيجي من زوار يتحاور معايا ما بغاش يجي هزوه بالطياره وجابوه من اكادير لعندي حتى لوطيل سوفيتال يتحاور معايا عاد عرفوا المغاربه شكون هو هذا هادي غادي ينكر هذا الشيء وهذاك الحزب ديالو حزب هذاك الحزب ديال التحكم دار باش يتحكم في الرقاب ديال المغاربه وكان كيمثل في الراي ديالي انا خطر على المغرب وعلى الدوله المغربيه وحنا الحمد لله بلا منا على الله وانا بالخصوص قررنا باش نوقفوا في وجههم النهار اللي بان وقفنا في وجهه وبطبيعه الحال دازت الانتخابات ديال 2009 وخدا 16000 مقعد قدم 16000 مقعد وخدا المرتبه الاولى في المدن والقرى الى اخره ولكن حنا ما خفناش منه صبرنا واستمرينا حتى جاء نصر الله وجات الرياح ديال الربيع العربي وقفنا الموقف اللي كان خصنا نوقفو والشعب المغربي سمع منا وجلالة الملك سمع منا وكانت النتيجة الانتخابات ديال 25 نوفمبر 2011 اللي جينا فيها الاولين وجا هو الثالث ولا الرابع وطاح هذاك الحزب دابا شوفوا واحد التصويره راه جمع دوك الزعماء ديالو ديال النهار الاول حتى واحد ما بقى فيه انت السي وهبي انت زعيم ديالهم شكون اللي جابك شكون اللي صوت عليك قول لي صوتوا عليك الناس ورينا الورق ديال التصويت صفقوا عليك واش في التصفيقات كيتخلقوا الزعماء ودابا طيب حتى هو هذاك حتى هو دابا كان كيجي للدار تصور معايا الى اخره انا راني شي شويه ساذج ما فراسيش بلي راه الله واش كيوجد حتى حتى الشعب المغربي تقبلوا نسبيا ومن بعد ما ولا امين عام ما عمره ما حط رجلو في الدار الا الان ربما كيتسنى الموت باش يجي يعز فيا هادشي بس ما كاين بغى يجي مرحبا به انا كنرحبو به من دابا صغير يتسنى ملك الموت ما يجيش قبل انا باغي نقول لهاد السيد وزير العدل واش في هاد الوقت ديال الحز مز انت نايض تجي تقول لينا بغيتي شرعا العلاقات الرضائيه غير قولوا لي دابا بعدا في السياسه لا بغى الانسان يتكلم على بحال هاد الشيء كيتسنى تيكونوا الناس واكلين وشاربين وناشطين شاربين والسلام وناشطين والشيخات وداكشي واش انت الناس كان الناس مشغولين مع مطيشه والبصله والزيت وتا القصور والمعدنوس واش تا هو زادوا فيه؟ حول ولا قوه الا بالله والبطاطا في هذا الوقت هذا جاي كتكلم على العلاقات الرضائيه يعني كتكلم على الزنا يعني كتكلم على الفساد واش دابا وبين عشيه وضحاها وليتي فقيه وليتي كتستدل لينا بالدوله العثمانيه اش غتقول الله سبحانه وتعالى اش غتقول للمسلمين غنغيروا هذا القران بغيتو نغيروه جيبوا شي مرسوم غيروا لنا القران غيروا لنا قول الله تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا جيب لنا شي قران اخر قول لنا فيه والزانيه والزاني والزانية بجلدهما 100 جلدة والزانية بجلده بلا واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله القانون المغربي ما تيمنعش ما يسمى بالعلاقات الرضائية وشحال ديال العلاقات ما يسمى الرضائية خدامة ولكن القانون المغربي ملي تيكون نزاع في الموضوع كيتدخل بالسلطة والسي وهبي راه الا مشيتي حتى دوزتي داك القانون ديالك راه الناس غيبداو يديروا شرع يديهم الرجال العيالات اللي بعقلو تكونوا مثقفين ولا ما تكونوش مثقفين ولا تكونوا حداثيين ولا ما تكونوش حداثيين ولا تكونوا متدينين ولا ما تكونوش متدينين
الدولة تحول دون الإجرام الآن. الإجرام لأنه الزوج اللي غير قبراته مع واحد أخر في ذاك الوقت إلا مش تدازها القانون ما غيقدرش يمشي عند وكيل الملك وما يقدرش يقول له صيفت لي البوليس، غيقول له بيناتكم ما عجبتك سير طلقها، غيصبر حتى يمشي يطلقها ويدير هو وياها الطلاق للشقاق إلا ما قتلهاش هو وصاحبها الله اللي غالب، ولا إلا ما قتلوش صاحبها ولا إلا ما قتلتوش هي هما بجوج. واش ما كتشوفش فرنسا الدولة المتقدمة المثقفة الباكور الهندي كيموتوا فيها رسميا 130 مرة في العام بسبب الخيانة الزوجية أو خيانة العلاقات الجنسية بينها، وهذه غير المسائل المعروفة ماشي اللي ماشي معروفة، فضلا عن أن هذا لم يقل به فقيه في العالم كله أنه نجيو ونبيح العلاقات. هذا هو اللي بقى لك في المغرب، المغاربة العرب شحال هذه المغاربة قالوا اش خصك العريان، قالوا الخاتمة مولاي، دابا هذا قال له اش خصك العريان، قال له الفساد مولاي. معقول هذا الكلام؟ شنو بغيتي ديروا بهذه البلاد ديالنا؟ قول لنا بصراحة، أنا ما كان آمنش بهذا الشيء اللي في القرآن ديالكم. قول لنا بصراحة، أنا إنسان حداتي كنتبع داك الشيء اللي تيقولوا لي المنظمات الدولية والحركات النسوانية والناس اللي كيحاسبوني، ديك الساعات ما غنتفقوش معاك وغنحترموك، ولكن دابا ما كنحترموكش، اسمح لي.